الحاجة الثانية عشان تتخلص من الطمع فيما عند الناس، قال فاعلم أنه ما من شيء عند الناس أنت طامع فيه إلا وعند الله شنو؟ خزائنه. أنت داري من الناس شنو؟ قروش. الله عنده الخزائن، بينفق على البشر وعلى المخلوقات منذ أن خلقهم إلى أن تقوم الساعة، ما نفذت خزائنه سبحانه وتعالى، وما احتاج إلى أحد من خلقه. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين شنو؟ عضدا. غني عن العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال ما عندكم ينفد وما عند الله شنو؟ باق باق. فإنت إذا تعلقت بالله وخلصت لله الله بوفقك. قال إنما الأعمال بالنيات. ابن عثيمين قال الحديث ذا مع حديث عائشة رضي الله عنها فيهما الدين كله، لأن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات فيه إصلاح الباطن، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال فيه إصلاح الظاهر. الزول عشان عمله يكون مقبول عند الله دار تسبح، دار الله يقبل منك التسبيح ده، دار تصلي ودار الله يقبل منك الصلاة دي، دار تصدق والله يقبل منك الصدقة، لا بد تخلص لله تعالى. والحاجة الثانية تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني سبح بالكيفية سبح بها النبي عليه الصلاة والسلام، تسبح بالتسبيح السبح به والرسول عليه الصلاة والسلام. الكيفية كان يسبح بيده، ما سبح بحاجة ثانية. حديث في سنن أبي داود وذكره الألباني أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أنه قال أن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، لا تسبح باليد باليمين، ده اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسبح باليمين وبالتسبيح ذاته سبح بالرسول عليه الصلاة والسلام، مش تجيب تسبيح ساي هو 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 ولا يا لطيف يا لطيف، ما سبح بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول يا لطيف الطف ده دعاء، لكن تسبح بالتسبيح السبح به سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى آخره. فتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ده حديث عائشة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.